السلام عليكم الحبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، فرحانين، نشطانين، مزيانين ومضخمين. المهم الحبايب ديالي، جيت لكم اليوم واحد الوصفه غزاله رائعه. عندك الكنف قديم، عيتي ما تعملي في الوصفات. انا عارفه البنات بزاف منكم اليوم يعمل في الوصفات بدون نتيجه، لان كل وحده كيفاش كتفاعل مع البشره ديالها مع الماسكات، وكاينين اللي ما كيكونش عندها البشره ديالها ما كتكونش كتمتص ديك المكونات اللي كتكون اللي منزلاها على البشره ديالها. انا عارفه بالنسبه بزاف ديال الوصفات عملتهم، كاين بزاف ديال البنات اللي كيجربوا العلاج او الوصفات اللي كيعالجوا ليهم التجاعيد او اللي كيعالجوا الكنف او التصبغات او البقع اللي كتكون عباره عن نمش اللي كيكون عندنا من العوامل الخارجيه ديال الشمس وديال الكريمات اللي كنزلوا على البشره ديالنا وما كيجيوش معنا، اولا الوصفات اللي كنزلوا على البشره ديالنا كيكونوا بدون يعني بلا ما نفكروا فيهم وكياثروا على البشره ديالنا، خاصه اللي كيكونوا فيهم بعض المواد اللي هي خطيره على البشره. المهم الحبايب ديالي، الماسك ديال اليوم غزال رائع 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 رائع، كيحمق فعلا البنات، كيحمق هذا الماسك، هذا غزال، نتائج ديالو فعاله. كاينه واحد الطريقه البنات اللي غادي نعطيها لكم وغنشاركها معكم، غزاله ورائعه، يعني واخا تكون البشره ديالك ما كتتفاعل لك حتى مع شي ماسك، يعني ما كتتفاعلكش مع الماسكات، وعيتي ما تعملي وعيتي ما تطبخي وعيتي ما تنزلي على البشره ديالك والو، باقا ما وصلتيش لديك الصفاء وديك البشره اللي بغيتيها، لان حنا جميعا كنتمنوا واحد البشره اللي تكون صافيه. واهم حاجه البنات، ودابا مادام اننا باقين في الحجر الصحي، نستغلوا هذه الفرصه هذه باش نعالجوا البشره ديالنا، لان دابا ما كنعملوا لا فوندو تاع لا حتى شي حاجه، جالسين غير في الدار. دونك دابا العلاج اسهل واسرع وانجح، لاننا جالسين غير في الدار. وكالعاده كنوصيكم الا كنتو كتطيبوا بزاف وكتحتكوا بزاف بالمطبخ، ضروري ليك خو طوطال كل جوج ساعات تعملوه في المطبخ ديالكم، او لا تعملوا جيل صبار دهنوا كذلك على البشره ديالكم، تاخذوا غير واحد الطريقه شويش فحال الرويس ديال الحميصه ودهنوا على البشره ديالكم، تهزوا على البشره ديالكم كامله، راه كيعمل واقي ديال الشمس طبيعي. وانا كنعملو حتى الوليدات ديالي، حيت في الشمس في الصيف ملي كنخرجهم يلعبوا ولا كنعملو لهم على البشره ديالهم، لانه امن وطبيعي. اول مكون غادي نبداو به وهو هذا، زريعه الكتان. زريعه الكتان البنات كنعرفوا الفوائد ديالها رائعه وغزاله ومفيده، وكتحيد لنا التجاعيد من الاستعمال ديالها، عرفنا كيفاش نستعملوها راه النتائج كتكون رائعه. المهم البنات، باقي غنزيد لكم جوج ديال المكونات رئيسيين حتى هما ومفيدين وغزالين، كيصحوا لينا البشره وكيصفوا لنا البشره وكيقويوا لينا الجلد، لان الجلده الا تقوات ورجعت صحيحه وصحيه، دونك اي حاجه كتعالج منها، وحتى ديك العوامل الخارجيه ديال الشمس اولا مثلا المنتوجات اللي كنكونوا كنعملوها كتفسد لينا البشره ديالنا، حتى هي كتعالجها وكتمشي ان شاء الله مشيه بلا رجعه. المهم البنات، هنا كيفاش حصلت على هذا الجل هذا؟ اول حاجه عملت واحد الملعقه ديال الطعام معمره ديال زريعه الكتان، زريعه الكتان اولا بذر الكتان، ضفت عليه ثلاثه ديال الملعقه حتى ولا اربعه معمرين ديال الماء، وخليتهم على هذا الشكل هذا ليله كامله. نغطيوهم البنات، نغطيوهم هكذا ونخليهم ليله كامله، ولا نعملوهم في شي قريعه عندنا كتشف. المهم البنات، غنوريكم مكونات اخرى اللي غنضيفهم على هذا الماسك هذا، حتى هما موجودين وصحيين وغزالين، يعالجوا لنا الشوائب كامله اللي كتكون في البشره. اي مشكل عندك في البشره اليوم غتهناي منه مع هذا الماسك هذا. شنو هما البنات المكونات الاخرين؟ المهم هاد المكونات هادو البنات غنطحنوهم في الخلاط وغنعدلو واحد الماسك اللي غيبقى معنا، يعني غنعدلوه مره واحده وغنعملوه في شي طويصه اولا شي حاجه هكذا كتنزل في الثلاجه، وغادي يبقى معنا حتى 5 ايام هكذا احسن البنات، لان كل نهار كنخلطو كنعكزو وكنبعدو على الماسك. اوكي البنات، يلا المكون الاول غنضيفو هنايا، غندوزو المكونات جوج اخرين. ها هما البنات، هاد المكونات جوج اخرين، الحمص البنات والروز. هادو البنات، الروز كيقوينا العضله ديال الوجه، البنات بحثوا عليه في الشيخ ديالنا الشيخ جوجل، راه يعطيكم معلومات كامله. الروز البنات راه كيفتح لينا لون البشره، كيخلي البشره قويه وصحيه، ما كتبقاش الجلده ديالنا فيها الحساسيه، وكذلك البنات كيصحح لنا البشره وكيقوي لنا العضله. العضله البنات ملي كتقوى ما كترخاش، وهكذا ما كيترخاش لنا الوجه ديالنا. ركزوا على الماسكات اللي فيهم الروز البنات، الروز. اما بالنسبه للحمص، هنا الدور ديالو هو كذلك تصفيه
تصفيه او لا تفتيت ديك البقعه الداكنه او لا الكلف، حتى هو كيدخل في عمق الكلف او لا التصبغات اللي بالبشره، وكيفتتهم لينا ان شاء الله. المهم البنات هنا غتخليوه ليله كامله في الثلاجه، غنوريكم الطريقه كيفاش عملتو، وغادي نوريكم كيفاش غادي نضيفوه ونعدلوا الماسك. المهم هذا الماسك هذا كيستحق التجربه، ونضيفوا ليها تقريبا واحد نصف كاس صغير ديال الشاي من الحمص، من الحمص البنات، ونضيفوا لها كذلك واحد نصف كاس صغير ديال الرز، الرز الابيض اللي كنستعملوه هيدا في التحليات، اولا كنستعملوها هكذا في الحليب اولا اي رز عندكم، ماشي مشكله البنات. المهم هذا كيكون مليء بالنشا وكيعطي واحد المفعول كبير في التبييض. المهم البنات كنرجوا القرعه مزيان كيف ما شفتوا معايا، وكنخليوها ليله كامله في الثلاجه، والغد ليهن كنستعملوها. المهم تقدروا تستعملوا هذه مره في الاسبوع وتعملوها الطريقه هذه. غادي نخويوها من الماء كيف ما شفتوا معايا، وغنخليو قليل من الماء، تقريبا قليل قليل فقط، باش هكذا كنطحنوا، كيطحن مزيان نحاولوا نطحنوه بالخلاط الكهربائي كيف ما كتشوفوا معايا البنات. انا كنحرك الحريره ديالي، ها هو تطحن مزيان مزيان يتطحن ويبقى القوام ديالو. ها هو البنات بغيت نوري لكم هنايا، انا موجوده غنوجد لكم ان شاء الله كذلك واحد الوصفه غزاله ديال تعطير المناطق الحساسه وتبييضها وتوريدها، غزاله فنه ان شاء الله، غادي نشاركها معكم حتى هي بعد هذا الفيديو هذا. وكذلك غنشارك معكم بقى الوصفه ديال الترطيب، يعني راكم في بالي البنات، راني ما ناسياكمش اي حاجه كنوعدكم بها الا وغادي نشاركها معكم. المهم البنات الخليط ها هو وجدناه كيف ما كتشوفوا، ماسك البنات غزال يستحق التجربه فعلا. غناخذ هذه عندي خاويه ديال جلد صبار، وغادي نعمل حنايا ها هو البنات، شفتوا ها هو الخليط ديالنا الماسك ديالنا، هكذا غتهني الاسبوع كامل او الخمسة ايام، ولكن في الثلاجه البنات غتوضعوا في الثلاجه، وكل نهار غتجيب ديك الكميه اللي بغيتي وترجعيها ديريكتومون، ما تخليش يعني يبقى حتى بكتيرا ولا عتعملي، لا غترجعوه ديريكتومون للثلاجه. المهم غنوريكم دابا واحد الطريقه غزاله ورائعه اللي غادي نستعملها انا كنستعملها، قدرتي عليها واستعملتيها، راه الماسك غيجي معاك نتائج غزاله. شنو هي البنات هذا الماء هذا؟ هذا الماء هذا راه كيزول لنا الهالات السوداء، الانتفاخ حول العيون، وكذلك حتى ترهل الجفون، غزال بزاف ديال الحمص والرز، رائع رائع بزاف البنات. اول حاجه شنو غادي نعملو؟ غنجيبو هكذا شي بلاستيكات هكذا صغارين عندنا. المهم الماسك ها هو وجدناه بحال ما شفتو، ها هو. بالنسبه للماسك البنات غنوريكم الطريقه كيفاش غطبقوا على الوجه ديالكم، وحتى بالنسبه لهذا المحلول هذا راه رائع بحال قلت لكم، الهالات السوداء، انتفاخ ديال العيون، التجاعيد ديال العيون ديال الوجه غزال. من بعد ما تاخذ واحد البلاستيكه هكذا، علاش؟ لان ديك القميقيم ديال البلاستيكه هذاك هو اللي غنعملوا به مساج في العينينه ديالنا، داكشي علاش غنعملوا هاد البلاستيكه البنات كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نعمروهم بالماء ونوضعوهم في الثلاجه، وكل نهار غنعملو وحده، اولا نهار اي ونهار لا، على حساب انتينا، الا كان في الكنف الحبيبه ديالي اولا التجاعيد بزاف خاصك يوميا تعملي هاد الثلج هذا. المهم البنات هنايا انا وجدت هادي قبل غير بالماء العادي، مي اللي الا كنتي في الكنف اولا فيك البقع بزاف اولا ضروري تستعملي ديك الماء هذاك، اولا الا ما كانش حتى فيك انا راه غنستعملهم على حساب باش كتبقاي محافظه على الصفاء ديال البشره ديالك، كيعطيك واحد اللمعان رائع. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا بحال قلت لكم، ديك القميقيمه راه هي اللي كتكون في بلاستيكه، ديك الزاويه الحاده كنبقاو هكذا ندوروا على العينين ديالنا هكذا باش كنعملوا الماساج وكنحركوا الدوره الدمويه. وكتعرفوا بان البروده ملي الجلده كتبرد مزيان هكذا كتحفز الدوره الدمويه، والدم كيجري لينا في البشره ديالنا وهكذا البنات كنحفزوا الكولاجين اللي هو الشباب ديال البشره، اللي كيعالج التجاعيد بعمق وكيعالج جميع المشاكل ديال البشره. البنات غير هاد الثلج هذا راه كافي باش يعالج لكم البشره ديالكم الا استعملتوه كل نهار. اختاري انتينا الوقت اللي بغيتي، واش في الصباح ان فوا كيف تنوضي من النعاس، اولا في الساعه اللي تكوني عاد مشيتي تنعسي استعملي هاد الثلج هذا. المهم البنات ملي كيحمر لينا الوجه مزيان هكذا باش كنحفزوا الدوره الدمويه ودغيا هذا الماسك هذا كيجي معنا نتائج سريعه. المهم البنات كيف ما شفتوا، شوفوا البشره ديالي راه كتبان حمرت، انا البنات راه ركبت الصوت علاش باش ما يجيكمش الفيديو طويل وتفرجوا فيه كامل وتستافدوا منه ان شاء الله يا ربي الحبيب. واخا ان الكونتيني اللي كيكون فيه استفاده ما كيتشافش
دوماج. المهم غادي نهزو واحد ملعقه هكذا ديال الطعام معمره من هذا الخليط هذا وغنرجعوه للثلاجه للناس ضروري هكذا باش ما كيتبك ترى علاش باش ما كي باش كيبقى محافظ على الجوده ديالو. هما البنات هكذا غنوضعوه على الوجه ديالنا حتى تحت العيون. غير حاجه البنات ما نخليوش حتى عين شف، غنخليو غير من 10 دقائق حتى 15 دقيقه صافي ونغسلوه قبل ما يشحت لينا الماسك، لان الدوره الدمويه محفزه ودغيا المكونات تشرب لينا تشربهم الجلده ديالنا وتستنفع منها. البنات انتما كتشوفوا هنا مني نشف داز واحد الربع ساعه انا اللي خليته، غادي نغسلو وغادي تشوفوا النتيجه معايا. هما البنات انتما شفتوا انا غسلته راه كتبان لنا دار الصراحه الله، وديك الحموريه كامله اللي ما بين الجن ديال النيف ديالي محدى العينين ديالي اولا محدى الفم كامله كترجع بيوديه وكترجع صفاو. سبحان الله اي بلاصه عندك فيها ما صافياش هي اللي كتحمر بزاف سبحان الله. المهم البنات من بعد ما غادي تغسلوا غتعملوا عاود تدوزوا الثلج على وجهكم علاش هكذا باش كتسدوا المسامات، يعني حتى المشاكل ديال المسامات راه غتحيد لكم نهائيا. البنات راه من 7 ايام الاوليه من الاسبوع الاول اولا 3 ايام الاوليه غتلاحظي نتائج رائعه وغادي تكتبيها ليا هنا في لي كومونتير. ومهم البنات كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الماسك هذا وينال الاعجاب ديالكم جربوها البنات راه فعلا عطيتو لكم من القلب بحال قلت لكم. المهم البنات هكذا غتمروا غتسدوا المسامات. قبل بالنسبه لي ما بغاش تعمل مثلا هذا الماسك اولا على الاقل ثلج يوميا بحال قلت لكم قبل الفطور اولا قبل ملي تنوضي من النعاسه ولا قبل ما تنعسي كيسد لك المسامات وكيحفز لك الدوره الدمويه وكيمنع لك ظهور التجاعيد، لان الدوره الدمويه راه فيها كولاجين البنات كولاجين حقيقي كتنجد جدات غير هكذا بالثلج راه شي حاجه اللي بسيطه وسهله غير اللي ما بغاش تعمل وغير اللي ما بغاتيش تهلا في راسها. وكنتمنى ان شاء الله البنات راه غير الوقت انا الصراحه راه ما كنقدرش نعمل بزاف بزاف هادشي هاد الايام هذا علاش البنات عيانه كيف ما شفتهم كتعيان كان الصيام كيعي الغده وبزاف ديال المسؤوليات بزاف ديال الاشغال. وكنتمنى ربي الحبيب يرزقني الصحه والوقت باش نقدر مثلا نعمل هادشي هذا كيعجبني تهلا في راسي فريمون. الا كان عندك الوقت ما تفرطيش في نفسك وهتمي في البشره ديالك وهتمي براسك وكنتمنى لكم الصحه والعافيه وعواشركم مبروكه البنات. وكنتمنى هاد العشر الاواخر من رمضان يفرج علينا ربي الحبيب الهم والغم ويبعد علينا هاد الوباء ويلقاو ليه الحل يا رب ونخرجوا وحنا ماشي خوفانين. واللي باقا ما اشتركتش في القناه ما تنساش تخلي واحد اللايك مزيون وغزاله بحالكم كما كتشوفوا البنات راه كيبان عليا عيانه فريمون الغده الطرقيه ما كيجينيش نعس بزاف والزوج ديالي حتى هو مسكين عيان ودعوا معايا وخليت لكم الراحه.